ما من أخلص أعماله لله أن يبتغي بعمل ماذا؟ وجه الله وحده لا شريك له. قال وإياي فاعبدون. قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. قال جل وعلا ألا لله الدين خالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فلا بد أن تبتغي بعملك وجه الله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. فكل عبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، سجود، ركوع، دعاء، ذبح، نذر، توكل، استعانة، استغاثة، استعاذة، حلف، كل عبادة يجب أن تكون لله وحده، ما تصرف منها ولا شيء لغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ولا أي شيء، ولا أي شيء من العبادات، ولا تصرفوا أي شيء من العبادات لأي أحد من المعبودات، سواء كان رسولا أو نبيا أو ملكا أو وليا أو شيطانا أو صنما أو وثنا، كل من هو دون الله عز وجل لا تجوز عبادته، سواء كان طيبا أو خبيثا، يحبه الله أو يبغضه الله، ملك ولا شيطان. الشرك واحد، الشرك وعبادة غير الله مع الله، عبادة من هو دون الله مع الله. من هو دون الله؟ كل المخلوقات دون الله، الطيب والخبيث كلها دون الله، لا يجوز لا عبادة أنبياء ولا ملائكة ولا أولياء ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا وثن ولا إنس ولا جن، بل كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.